إخواني أخواتي متتبعي وعشاق قناة أبارت موفاز، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المتتبعين والأوفياء لهذه القناة، هذه الآن كانت تواجدوا في واحد الشقة مزيونة وجاية في موقع هو مزيون. هاد الشقة اللي عشاق المساحات الصغيرة، العديد من الناس خصوصا أصحاب الخارج طلبوا لي مساحات صغيرين وفي موقع ممتاز. الآن كنعرضوا عليكم هاد الشقة هذه اللي كتواجد في طريق عين شقف مورا بلونكو مباشرة، القهوة ديال بلونكو معروفة في طريق عين شقف. هاد الشقة مزيونة ومتيولة اللي فيها جوج ديال البيوت وكذلك صالون قبالتكم اللي غتشوفوه كبير، وكذلك كاين طواليط وحمام وشميشة داخلة لها خوتي، شميشة معتبرة وفينيسيو كذلك غزال. كيف ما قلت خوتي، العديد من الناس اللي يطلبوا لي شقق صغارين وحتى الثمن في المتناول جدا. هاد الشقة خوتي المساحة ديالها هي 61 متر اللي كتواجد في التيتر، ولكن إذا شفنا الصالة ديالها راها باينة أكثر من 61. حنا كنذكروا اللي في الوراق خوتي، هنايا شفتوا معايا صالون، الاطلاله جايه مزيونه، جايه هنايا كاينه واحد الجريده هنا لتحت اللي جايه على برا، ما غاديش تبان لكم من السرجم. كاينه جريده زوينه فيها الوداديه بالليل او بالنهار. كتشوفوا معايا الصالون اللي كامل مصبوغ بالبلاتينيا، يعني فينيسيو مزيون، السيد خداها حرش ومرطوب وهو فينا على الذوق ديالو ما شاء الله. ما عندي ما نسال فيه. بالنسبه للاتات حتى اللي بغاها بالاتات ديالها راها كتباع هكذا بكل ما كيتواجد فيها. خوتي حنايا دائما كنذكروا الثمن الخاوي، واللي بغى الاتات ضروري غادي يجي وغادي يجلس مع الناس وغادي يتفاهموا على الفراش. قبلتنا التلفزيون خوتي الانستالاسيون ديالو جاي هنايا مع هاد الكليسه جاي زويون، وجاي السقف ديال الصالون بهاد الديزاين بلدي اللي دايز خط مزيون بلي سبوت ديالو. الدار مازال جديده، يعني اللي دخلها غيدخل وغادي يسيق وغيسكن، ما غادي يصلح ما والو، حيت الدار ما شاء الله مزيونه وخا صغيره مزيونه كيف ما تنقول لكم، وحتى البيوت فيها كبارين. كلشي الكتريك، كلشي تيطلع ويهبط بالضو. كاين اخوتي الانترنت حتى هو دايز في جميع الدار كامله. هنا هي هنايا اخوتي غادي تلقاو الدخيله ديال الباب منين دخلنا، هي هذه الدخله الرئيسيه جاي هنا. هاد البلاكار واخد الضيصه ديالو جاي مزيون. كاينين اخوتي جوج ديال البيوت وكاينه كوزينه. كوزينه هي هذه اللي قبلتنا، نشوفوها هي اولا ومن بعد نشوفوا البيوت. الكوزينه حتى هي كبيبره هانتوما، بحكم انها هزه كتشوفوا معايا الثلاجة اللي قبلتكم واخده البليصه ديالها. والبلاكارات خوتي جايين من الفوق حتى هما مزيونين، وكذلك البلاكارات من التحت. وكاين بلاصه ديال الكوزينير اللي جاي هنايا واخا حتى هو المكان ديالو. كاينه البلاصه ديال الماكينه ديال الصابون اللي حتى هي واخده المكان ديالها، وكذلك الشوفو اللي جاي قريب للسرجم حكم ان السرجم تمايا كبيره جاي تهويه. الخشب من النوع الجيد والممتاز اللي جاي على الدار كامله. هذه ار بليس 2 باش نقول لكم خوتي، ماشي الموبل، ار بليس 2 اللي فيها جوج ديال الطوابق. وهذه خوتي لافونتاج اللي عندها مزيان انها دو فاصاد، جايه جوج ديال الفرصادات بحكم ان الشميشه داخله لها من كل جهه. هذا بيت النعاس ديال الوالدين اللي كتشوفوا حتى هو متسع وكبابر، ودايرين له هذا اللون ديال الصباغه. هذا الديزاين اللي جاي مخطط بهذا الموف جاي حتى هو غزيول، وكذلك فيه السرجم كبابر وفيه البلاكار خوتي. وحتى البيوتا بجوج فيهم يعني لاستالاسيون ديال التلفازه، يعني كل واحد فين بغى يديرها يدير التلفازه وياخذ راحته.
بيت نعاس هو هذا اللي كتشوفوا، حتى الاثاث حنا كندقوا لكم اشد تدقيق فيه، حتى اللي بغاها هكذا كلشي منزل في بلاصتها ياخذها هكا احسن، كل حاجه شاده عبارها. هنايا بطبيعه الحال انكم عارفين بلونكو، هو ديال بلونكو اللي معروفه في طريق علي شكر، هذه موراها بالضبط يعني جايه مباشره مورا قهوه ديال بلونكو، وكل شيء قريب للمواصلات، كاينين طاكسيات كاينين مدارس، كاين مدارس بريفي، اي حاجه قلبتها كاين متاجر، اي حاجه قلبت كاين مارشي، اي حاجه قلبتوا عليها غادي تجبروها. هنايا اخوتي كاين بيت واحد اخر الناس دايرينو عباره على جليسة او نقولوا سيجور، جاي مزيون بحكم ان كاين صالون داروا هذا سيجور يجلسوا فيه، مزيون الاطلاله ديالو على لاكور. وحتى هنايا كيف ما قلت لكم ان البيوتا كاملين بالتلفازات، فين ما جلس الانسان ياخذ راحته، حتى اللي عنده الوليدات راه يهز جوج ديال الناموسيات هنايا بحكم ان تجي وحده ليه ووحده هنايا. انا تنعطيكم البلان يعني بحكم انني راني فيها كنشوف انها تهز جوج ديال النوامس، وداير الصباغه مختلفه على البيت اللي كتواجد فيه الوالدين، داير هذا البيت جاي مزيون. وكيف ما قلت لكم خوتي الخشب حتى هو مزيون. انا كيف ما قلت لكم ان بزاف ديال الناس اللي اتصلوا بيا بغاو مساحات صغار حيت ما تيجلسوش بزاف هنا في المغرب، عايشين على برا، تيقول بغينا غير جوج بيوت وكوزينه وطواليت وحمام. حنا الان كنتواجدوا في الحمام، الحمام خوتي اللي كتشاهدوه معايا حتى هو مزيون وكبيبر ومفروق بالجاج، خلاو الطواليت ولافابو بوحديتها وداروا الحمام اللي غادي تشاهدوه معايا، وهذا الحمام اللي مجلج خوتي حتى السقف الفوق، وكاينه دكانه من فوق الحمام اللي واخده المساحه ديال الحمام كامله. الناس راكم عارفين كاين اللي كتكون عنده بزاف ديال البل، هذو الدكانات كينفعوا بزاف، كينفعوا ماشي غير راه بزاف اللي تيقول لي مصاب لقينا كل جهه فيها دكانه، بحكم ان اللي عنده وليدات راك عارف بزاف ديال الربل تيكون عندنا. خوتي ما وريتكمش الانستالاسيون ديال الكليماتيزور من نوع ال جي اللي كتشاهدوه معايا، كيف ما قلت لكم خوتي ان الدار مزيونه وموقع جد جد ممتاز اللي هو وراء بلونكو. وقلت لكم ان بزاف ديال الناس اللي اتصلوا بيا وبغاو غير هاد المساحات الصغار، مزيونه محدقه، الثمن ديالها هو 37 مليون ثمن البيع النهائي، باش صرح صاحب هاد الشقه هذه يعني ثمن في المتناول صراحه. الله راهم في الار بليس 4 راهم ب 37 مليون خوتي، هذه مصلوحه ناضيه، الانسان غير غادي يدخل، اللي بغاها بالاثاث ديالو ها هي موجوده، واللي بغاها خاويه ما غادي يصلح ما والو، غادي يتوكل على الله ويفرش الراس، حتى اللي بغاها خاويه كيف ما قلت لكم انها جايه مورا بلونكو مباشره طريق عين شقر. اللي بغى يجي يشوفها ما عليه الا يتصل بيا نحدد موعد مع الناس، واهلا وسهلا خوتي. بلا ما نطول عليكم خليتكم رحمه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.